romano para seguir y otro arceo al de Fari para que Mahullah para la oportunidad de la fe para que te mayúdico marwadi dita siendo marwadi de la fe para que te lo leyendo a él con un minuto que a mí moré الحمد لله رب العالمين آمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا سمعنا داعية عظيمة وهي وفاة السيد يوسف السيد القاسم الرباعي دولة الكويت نحن كلنا في حزن وغم في وفاة سيد السيوط قاسم الرباعي رحمه الله أيها الأخوة لا نستطيع أن ننفع الموتى ولا شيئا إلا بقضاء الله وقدره كل نفس ذائقة الموت مناسبا لهذه الآية توفى السيد يوسف السيد هاشم الرباعي دولة الكويت قدس الله روحه ونفعنا به في داره امين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد اللهم اغفر للسيد يوسف السيد هاشم الرباعي امين اللهم اغفر له وارحمه امين اللهم اغفر له وارحمه واعف عنه واكرم منزله وغسل مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا وما يلقى الطرح الابيض من الدرس وافضل غدارا خيرا من داره واكرم خيرا من اهله اللهم اعذه من نذاب القبر وفتنته ومن نذاب القرآن. اللهم اجز شرفه بشرف القرآن. اللهم ارحمه بفضل القرآن. اللهم وسع قبره ببركة القرآن. اللهم نفر قبره بنور القرآن. اللهم نفر قبره بنور القرآن. اللهم ثبته عند السؤال. اللهم ثبته عند السؤال اللهم ثبته عند السؤال يا ارحم الراحمين اللهم اعط كتابه بيمينه اللهم اعط كتابه بيمينه اللهم علمته الجواب عند سؤال الملكين يا ارحم الراحمين اللهم اكرمه في قبره اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبره كفرة من حفل النيران اللهم أعز رشته وآمن روعته ولبس كربته ونزل محلته وارفع درجته وكلنا وله وليا آمين.